بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك، منور. تحياتي كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، الكابتن اسام عرابي، كابتن هاني رمزي والكابتن احمد بلال. الله يخليك. بدايه طبعا كابتن، خلينا نتكلم النهارده كان التحكيم مدرسه اسبانيه كابتن هاني، الحكم لويس خوسيه حكم اسباني. المفاجاه ان هو حكم غير مصنف يا كابتن اسامه، غير مصنف في اللغه الاوروبيه، دي المفاجاه. يعني ما قدرش اي لقاء في دوري الابطال، ما قدرش اي لقاء في دوري الاتحاد الاوروبي، ولكن المفاجاه ان هو ادى المباراه باداء رائع جدا جدا متميز. الشخصيه التحكيميه كانت موجوده. خلينا نقول الكلام دوت في البدايه، ان هذا الحكم اللي هو غير مصنف كابتن هاني اعتقد احرج التحكيم النهارده المصري بادائه. السؤال هنا، ما فيش حد فينا شعر بوجود الحكم، صح؟ ما فيش حد فينا شعر بوجود الفار، يعني الحكم لم يلجا ابدا للفار. ده نتيجه ايه كابتن هاني؟ نتيجه ان هناك قراءه لطرق واساليب لعب الفريقين، هناك شخصيه تحكيميه واثقه في القرارات، تفاهم كبير جدا جدا بين الحكم وطاقم التحكيم داخل الميدان وطاقم التحكيم في الفار. بمعنى ايه؟ يعني هي نفس تقديرات الحكم في القرارات داخل ميدان اللعب، هي نفس تقديرات الفار خارج ميدان اللعب. في حالات كتيره جدا يمكن هنشوف الحكم اللي ممكن الفار كان يدخل كابتن اسامه ويجيب الحكم ويراجع ونقف ونتعطل وكده، ولكن هنشوف النهارده ان كان التفاهم كان موجود، شخصيه كان يعني التحكيميه كانت حاضره، فرض شخصيته واحترام اللاعبين ليه داخل ميدان اللعب. في بعض الاعتراضات كانت من لاعبي نادي الزمالك، ولكن هو يمكن كان لابد ان هو ياخد فيها اجراءات، ولكن بشكل عام هو اداء نموذجي رائع للتحكيم على الرغم ان هو حكم غير مصنف في اللغه الاوروبيه. حكم قبل كده كلاسيكو ريال مدريد في الدوري الاسباني، في الكاس ريال مدريد واتلتيكو، في الكاس، يمكن دي المورال الشهيره اللي هو ادارها. ولكن انا بقول ايه، يعني غير مصنف وهذا الاداء الرائع ده، يعني هو نموذج. احنا النهارده اتعلمنا وفي حاجات كتير انا جايبها كابتن اسامه هنشوف من خلال الحالات التحكيميه. خلينا نروح لاول حاله تحكيميه، طبعا ستايل حكم كمان ورشاكم، نشوف اول حاله. وهنا انا عاوز اروح بس لحته مهمه جدا، الحكم قريب، يعني هات لي بس البوزيشن الحكم سمير بعد اذنك، هات لي البوزيشن اللي هو كان الحكم فيه في بدايه اللعب، وهنا هات لي المساعد. نشوف الحكم هنا كابتن اسامه، يلا خلينا نمشي 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 هنا قريب، وزاويه رؤيه مفتوحه دي واحد، اوكي. هنا حتى كمان نقف ونشوف المساعد هنا عمل ايه، نشوف المساعد عمل ايه. لا نرجع تاني بعد اذنك اللعبه الاولانيه اللي هي ستوب ستوب ستوب. على الرغم الحكم خد القرار، ولكن شوف الثقه جايه من مين كمان؟ من الحكم مساعد كابتن هاني، بيقول له ايه؟ ان الكره تصطدم بالجسم او بالصدر وليس هناك ركله جزاء. دي هنا بيدي لا تدخل بقى الفار، ولا هنقف نقف كتير ولا الكلام ده خالص. هنا اللعبه جايه في الصدر وبيقول للحكم كان قرارك كان قرار صحيح. نشوف الحاله، هل في هناك مخالفه؟ عشان نبقى نشوف. هنا الايد مضمومه يا كابتن بلال، دي تبان جدا جدا الحكم مساعد هناك. الحكم مساعد هو ده دوره، مش دورك انك انت تدي رميه تماس وتسلل فقط، دورك انك انت تساعد الحكم في الاخطاء داخل مناطق الجزاء. ده هو ده الحكم المتميز اللي بنتكلم عليه. هنا في الحاله ديت طبعا لا توجد ركله جزاء، وبالتالي هنا قرار الحكم والمساعد والفار كان قرار صحيح. الحاله الثانيه، شوف هنا هذه الحاله، والحاله من الحالات مهمه جدا عند المساعد رقم واحد، هل في تسلل ولا مفيش تسلل؟ يمكن شريف كان في موقف سليم تماما تماما تماما. ساعد الاول هنا، شوف الفار هنا جاب الحاله، وهنا اللاعب هنا ناحيتنا هنا مغطي. شوف تمركز الحكم يا كابتن بلال، بس الله يخليك، وده نموذج للحكام يا جماعه. شوفوا التمركز الحكم المساعد عشان خاطر اخد قرار، لابد يكون تمركز الحكم المساعد تمركز صحيح، وبالتالي هنا مع اخر ثاني مدافع ومواجه وفي تركيز كبير جدا. نروح نمشي ونشوف شريف هنا في موقف سليم، ثم بتتلعب محمد غني، وبعدين بيوجه شريف بيبص بصه وبيحط الكوره، هدف طبعا هدف صحيح ما فيش فيه اي تسلل. الحاله بعد كده، يلا خلينا نفس الحاله هنا السؤال، وهنا الحكم هنا رفع بالتسلل، ولكن لو كان بيرسي هنا مش موقف تسلل كابتن اسامه، ضربه جزاء مفيش كلام، مفيش كلام.
ولكن هنا كان خبط هنا كان بيرسي في موقف تسلل، ولكن هنا نشوف هنا المخالفه من عواد، هنا لم ينجح في لعب الكره، وبالتالي هنا كان يجب يعني لو كان ما فيش تسلل كانت هتبقى ركله جزاء لصالح لاعب النادي الاهلي. هنا ونشوف دخول طبعا عواد، ما كانش دخول على الكره ولكن دخول على جسم اللاعب، حتى هنا سامي بيعترض ولكن هنا الكره كانت تسلل. الحاله اللي جايه حاله مهمه جدا جدا. شوف ستوب ستوب، هرجع بس للكابتن ايمن. مظبوط يا كابتن. هنا 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 سمير، برافو عليك. هنا الحكم بيعمل يا جماعه؟ بيرجع لورا. انا بقول لكل الدنيا ده الايد يا كابتن هاني، الايد يا كابتن. انا شايف اتكلمت يعني عليك عليها دي يا فار، انا شايف يا مساعد، انا شايف تدخلش. انا متاكد تماما ان هنا مفيش مخالفه، هو جيب اللعبه ونشوفها. مظبوط. ان هنا مفيش مخالفه ما تتدخلش. صح. لهذه الحالات التقديريه للحكم، الحكم فقط تنظر ليها للحكم وليس تدخل الفار. صح. انا النهارده لو الفار تدخل كابتن عندنا هنا كان ممكن الفار يتدخل في مصر عندنا طبعا، لعبه تقعد 5 دقائق واختلاف واختلاف، وهيحسبها بينالتي في الاخر علينا. هذه الشخصيه التحكيميه اللي احنا بنحتاجها دايما. مزبوط. بنقول لحكامنا احسم قرارك، لا يعني تعاور على الفار. نيجي اللعبه، شوف يا كابتن، حاله من الحالات مهمه جدا جدا، وده اللي احنا بنتكلم فيه التحكيم الـ 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 الحديث. يعني سؤال هنا، الايد والايد، الايد والايد، شوف الحاله هنا، الايد والايد. لما احط ايدي على كتف لاعب، السؤال هل انا دفعت بايدي كابتن هاني؟ مش مجرد ان انا ادفع احط ايدي، مش بالضروره. هنا اللاعب المهاجم دايما بيعمل ايه؟ بيبقى شويه ذكاء، هو يستغل التلامس يا كابتن اسامه، يستغل تلامس الايد ثم يصنع السقوط. هنا اللاعب هنا عمل ايه؟ هنا اللاعب بيحط ايده، لاعب النادي الاهلي، ولكن هنا بنشوف هنا السقوط. بص هنا، هنا بص السقوط، هنا سقوط مصنوع، ده تحكيم منافسه، فيش الايد لم تدفع لم تشد، وبالتالي هنا لا يوجد ركله جزاء، وهو حسمها من البدايه. قال انا شايف الحاله ما حدش اتدخل فيها، وده كان يدل على شخصيه الحكم. الحاله بعد كده شوف الرجوع بالخلف ثم التحرك وقراءه جيده للعب، وهنا نشوف الحكم المساعد. هنا الحاله اللي دي مهمه جدا، ونشوف الحكم المساعد رقم 2 يعني ايضا حاله من الحالات الصعبه جدا جدا، ونشوف هنا يعني لعبه صعبه جدا جدا جدا. قد نختلف قد نتفق، ولكن وبالتالي احنا بنمشي مع قرار المساعد، سواء رفع او سواء خلى اللعب يتواصل. اللي بعد كده الحاله بعد كده حاله ايضا من الحالات المهمه، تواجد الحكم في الحدث، القراءه، وسع نفسه هنا ستوب. كابتن سمير نقف، هو هنا في مخالفه مفيش كلام، ولكن هنا برضك عشان عدم تعطيل اللعب مظبوط، خلى اللعبه تواصل، يبدا تحت الفرصه، وبالتالي دي صحيح. حاجه من قراءه اللعبه كابتن اسامه. صحيح. مش هصفر في كل شويه واعطل اللعب واعمل مشكله. هنا شايف ان في مخالفه، وهنا اعطى استمرار اللعب، وده كان قرار صحيح من الحكم في كيفيه اتاحه الفرصه في هذه الحالات. الحاله بعد كده شوف حاله من الحالات المهمه ايضا، ونشوف هنا، انا عاوزك تروح للحكم مساعد بس، هو مين اللي ادى الهدف؟ حكم مساعد جري على خط النص. هايل يا كابتن هاني، جري على طول، هايل هايل طبعا. هو ده التعاون. مزبوط. هو ده التعاون، ان انا ايه مش هستنى شويه ونتردد مع بعض ونعمل في فرق ولكن هنا الحكم المساعد نروح قرار. نشوفه، نشوف الحكم المساعد هنا جري، بدي نموذج لايه؟ كل طاقم التحكيم النهارده كان على قدر المسؤوليه. نشوف الحكم المساعد في عندما عبرت الكره بكاملها خط المرمى بين القائمين وتحت العارضه، نشوف عمل ايه؟ نشوف الحكم المساعد عمل ايه؟ جري على السنتر، هو جري حتى هو هنا مدي ظهره كابتن، بص مدي ظهره ازاي؟ بص نمشي نمشي يا سمير، نمشي يا سمير، ثم وهو مدي ظهره في الكوميونيكيشن سمع قال له ما لفتش وعطلته. هو ده التحكيم اللي احنا بنتكلم فيه، التحكيم النموذجي اللي هو سهوله المباراه ومتعه المباراه. الحكم درس الحكام دور فيها. الحاله اللي جايه دي كانت اخر حاله، تمام. انا بس عاوز اقول حاجه، ان احنا النهارده استفدنا كابتن، دفعنا فلوس بالعمله الصعبه، ولكن احنا كتحكيم استفدنا. استفدت ده احنا بنقول في فرق ان انا اجيب طاقم تحكيم من بره وياخد مبالغ كبيره وانا كحكم ما استفدتش. النهارده التحكيم النهارده مين كان على الفار يا كابتن؟ الحكام اللي كانوا على الفار اسبان، كل طاقم التحكيم بس. هي دي النقطه اللي انا هسال فيها، ليه بقى يا كابتن؟ لان احنا مشكلتنا هنا حكم الفار بيقعد ينادي على الحكم، تعال تعال. يعني في الكوره دي لو الحكم مصري اللي على الفار تمام، هتلاقيه نادى عليه 5000 مره، تعال تعال. ايه دي المشكله؟ عشان كده بقول يا كابتن هنا ايه التعاون اللي ما بين الحكام وبعضها. الفكره ان كمان مش التعاون، ان هو لا ده حتى بالاشاره، لغه الاشاره موجوده، حتى لغه الجسد ان هو بيجري وبيقول له باد لانجوج موجود خلاص يعني. قال له ما حدش يتدخل. ده هنوصل له امتى يا كابتن؟ يعني احنا دايما بنشوف في يعني حكم زي النهارده
يعني ازاي امتى نوصل للمرحله دي؟ يعني امتى يكون عندنا حكام بهذا القدر؟ خلي بالك بيلعب في اجواء مختلفه، اللغه مختلفه، كل حاجه بالنسبه له حاجه جديده، لكن شخصيته هايله جدا، عجبتني شخصيته، لان حازم في الاوقات الحاسمه خلاص ما حدش يقدر يتناقش معاه، وفي نفس الوقت زي ما انت بتقول ما حسيناش بيه في الملعب، وده مهم كمان قوي. كابتن هاني كلامك جميل جدا، انت جاوبت على السؤال اللي انت سالته، احنا بنتكلم عن شخصيه الحكم، وهي شخصيه الحكم وشخصيه مسؤول لجنه الحكام. عندما تكون الشخصيه التحكيميه موجوده، صدقني احنا عندنا ايه يعني في هذا التوقيت شويه مشاكل تحكيميه. نتيجه ايه يا كابتن؟ نتيجه الثقه مش موجوده ما بين اللاعبين، ما بين الانديه والتحكيم. هذه الثقه مفقوده ليه؟ لان الشخصيه التحكيميه مش موجوده. عندما تكون الشخصيه التحكيميه موجوده والحكام يبقوا يعني واقفين على رجليهم، اعتقد هيبقى في تحكيم كويس. انا قلت النهارده هذا الحكم اعطى نموذج جيد جدا للتحكيم الاسباني، وايضا النهارده احنا استفدنا منه كتحكيم. نتمنى ان احنا يعني في الفترات اللي جايه نستغل هذه المباراه اللي اعتقد كان من نجوم المباراه كان طاقم التحكيم الاسباني. كابتن علي شكرا جزيلا. كابتن نصر امتعتنا. شكرا كابتن علي. وبنتهي الفقرة التحكيمية أعزائي المشاهدين بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري العام المصري الممتاز لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. كل التوفيق للنادي الأهلي الفترة القادمة إن شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم شرفتنا يا كابتن. بشكرك كابتن أيمن وهارد لك، كان عندنا فرصة كبيرة النهارده الحمد لله نخلص الدوري الحمد لله رب العالمين. كابتن هاني رمزي الف شكر كابتن، كابتن والجاي افضل ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن اسام عربي الف شكر كابتن امتعتنا. شكرا ويعني الاثنين مبروك وارد لك، وبقول لسامي وشرف يعني سامي ادار المباراه بشكل كويس، ربنا يوفقهم في المرحله الجايه. كابتن احمد بلال الف شكر كابتن امتعتنا. ربنا يخليك كابتن وتوفيق النادي الاهلي في الجاي يا رب ان شاء الله. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.